عكس ما هو المرجو من الحملات المرتدة. تعود الكرة لصالح النادي القنيطري نوفل الرجي. برواص يحصل على ضربة خطأ في وسط الميدان. يعتمد بشكل كبير فريق النادي القنيطري على لاعبين من أبناء المنطقة، أبناء النادي. يلعب كرة جميلة كما نتابع في هذه اللحظات، كرة تمريرة أرضية بين اللاعب، خطيرة خطيرة لكن أصبحت سهلة.